السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة هكمل شرح شابتر 1 الفصل الأول من منهج ديسكوفر للصف الأول الابتدائي، وهبدأ بليسن 5 بعنوان تكنولوجي and the t-shirt، يعني التكنولوجيا والقميص. بيقول لي هنا read the text، اقرأ النص below التالي to learn how، تعلم كيف تكنولوجيا helps people، تساعد الناس، make clothing، لعمل ملابس more easily، بأكثر سهولة. كيف أصبح، هنا هنتعلم كيف أصبح تصنيع الملابس بأكثر سهولة بفضل التكنولوجيا. هنا عندي أول صورة، صورة القطن. هنا بيقول إيه؟ T-shirts، القمصان، are made from، تصنع من قطن. تصنع من ايه القمصان؟ بتصنع من نبات القطن. قطن، القطن grows، ينمو، on plants، على النباتات، in fields، في الحقول. A person، الشخص، needs، يحتاج، to bake، ان هو يلتقط، each ball of cotton، كل كرة من القطن، from the plants، من النباتات. من النباتات. هنا بيقول الصورة اللي بعدها there is a machine، هناك آلة، that can help، في آلة بتساعدنا. The machine is called، الآلة دي اسمها ايه؟ A cotton harvesting machine، تسمى آلة حصاد القطن، وهنحط تحتها خط. طيب بعد كده بيقول هنا عندي the first step، الخطوة الأولى، to turn cotton، لتحويل القطن، into clothes، إلى قماش، is، تكون، to separate، اللي هي ايه؟ ان احنا بنفصل اللي هو القطن يعني، from the seeds، من البذور. يعني لتحويل القطن الى قماش بيحصل ايه؟ بنفصله من ايه؟ من البذور. there is a، هناك، machine، that can help، في آلة بتساعدنا. the machine is called، تسمى ايه؟ a cotton gin. a cotton gin يعني آلة حلق القطن، ودي ايه؟ ودي الخطوة الاولى. طيب الخطوة الثانية ايه؟ the second step، الخطوة الثانية، to turn cotton، ان احنا نحول القطن، into clothes، الى قماش، is to spin، إلى غزله، into yarn، إلى خيوط. yarn، الخيوط دي، is then woven، بتتنسج، into fabric، بعد كده الخيوط بتتنسج إلى إيه؟ إلى fabric، إلى قماش. there is، هناك، a machine، آلة، that can help، بتساعدنا. the machine is called، اسمها إيه؟ a loom، يعني النول، زي ما هو في الصورة اللي قدامي كده، ونحط تحتها خط. عندي آخر صورة، to turn، لتحويل، fabric، القماش، into a t-shirt، إلى قميص. the fabric، القماش، is cut to، القماش بيحصل له إيه؟ is cut to، بنقصه، to the correct size، إلى الحجم المناسب، and shape، والشكل. يعني إحنا بنقص القماش، بنقصه إلى إيه؟ إلى حجم وشكل مناسب. بعد كده the fabric، القماش، is then sewn، القماش بيحصل له إيه؟ بنخيطه together، مع بعض. there is a machine، هناك آلة، that can help، في آلة بتساعدنا. طيب the machine is called، الآلة دي ايه؟ اسمها ايه الآلة ديت؟ a sewing machine، اسمها ماكينة الخياطة، اللي هي قدامي في الصورة دي، ونحط تحتها خط. طيب هنا ايه أهم الكلمات اللي عندي؟ هنا هنتعلم ايه الأهم الآلات المستخدمة في صناعة القميص. أول حاجة cotton harvesting machine، آلة حصاد القطن. cotton gin machine، آلة حلق القطن. loom، النون. sewing machine، اللي هي آلة الخياطة. هننتقل للبيج اللي بعده، technology in my day، يعني التكنولوجيا في يومي. هنا بيقول draw a picture، ارسم صورة، of a technology، للتكنولوجيا. you use، أنت تستخدمها، to help you، لتساعدك، life، حياة، war، عمل، and play، واللعب. then، ثم، write what، اكتب ما، the technology helps you، تساعدك، do، تساعدك على القيام بهم. وهنا هنتعرف على أهمية التكنولوجيا، فين؟ in life، work، and play، في الحياة والعمل والايه واللعب. هنا عندي في الحياة مثلا، ممكن نقول ايه التكنولوجيا اللي بنستخدمها في حياتنا؟ ممكن نقول مثلا من التكنولوجيا توث براش، اللي هي فرشة الأسنان. طيب توث براش helps me، تساعدني في ايه؟ هنقول brush my teeth، انا بعمل بيها ايه؟ بفرش أسناني، او نظف أسناني.
طيب التكنولوجيا في الورك، التكنولوجيا ان وورك، ها باستخدام ايه مثلا التكنولوجيا؟ ممكن نقول بنسل القلم. طيب بنسل هيلبس مي تو، القلم بيساعدني في ايه؟ تو رايت ماي هوم وورك، هي بتساعدني في كتابة واجباتي او في اكتب واجبي. طيب تكنولوجي ان بلاي اد بلاي، التكنولوجيا في اللعب بتكون مثلا زي ايه؟ ممكن مثلا نقول سوينج اللي هي الارجوحة. طيب الارجوحة او سوينج هيلبس مي تو، بتساعدني في ايه؟ تو انجوي بلاينج، بتساعدني في ايه؟ في الاستمتاع باللعب. ايه الكلمات اللي هتعلمها في الدرس دوت؟ هيتعلم ايه؟ تكنولوجي، تكنولوجيا، داي يوم، لايف حياة، وورك عمل، بلاي لعب، هيلبس مي تساعدني. ليسون 7 بعنوان The Homework Machine، يعني ماكينة الواجب المنزلي. بنا بيقول read the story، اقرأ القصة below التالي about Samir's invention، يعني اختراع سمير. وهنا هنتعلم معنى كلمة اختراع. يعني ايه اختراع؟ يعني اختراع شيء ما لم يكن موجود من قبل. وهنا هنتعلم وهنقرأ القصة دي مع بعضينا عن اختراع سمير، وطبعا الاختراع ده اختراع غير حقيقي. نبدأ القصة مع بعض. سمير loves to play، سمير يحب لعب فوتبول، to play football، سمير بيحب لعب كرة القدم. he plays football، هو بيلعب كرة القدم every night، كل ليلة. he plays football، هو بيلعب كرة القدم all day، طول النهار. when he does not have school، عندما لم يكن عنده مدرسة، أو بمعنى أصح ما عندوش، يكون إيه؟ بيكون في الأجازة المدرسية. when سمير has homework، عندما يكون سمير عنده واجب، he cannot play football، مش بيقدر يلعب ايه؟ كرة القدم. هو بقى بيقول ايه في نفسه؟ I wish I did not have homework، انا اتمنى ان لا يكون لدي واجب منزلي. سمير thinks، يعني هو بيقول لنفسه او بيفكر مع نفسه. then بعد كده I called to play football all the time، حتى ايه؟ ان هو ايه؟ طبعا عاوز يلعب ايه؟ كرة القدم طول اليوم. سمير بيفكر. سمير has an idea، سمير عنده فكرة. he will invent، هو سوف invent يعني يخترع a machine، آلة to do his homework، ان هي ايه؟ هي اللي تعمل الواجب بتاعه. then he can play more football، ثم هو يستطيع اللعب الكرة ايه؟ لفترة اطول. سمير uses، سمير يستخدم his imagination، يستخدم ايه سمير؟ بيستخدم his imagination، يعني بيستخدم خياله. he draws، هو رسم a picture of the homework، هو رسم صورة. طيب اول حاجة عملها سمير ايه؟ استخدم uses his imagination، استخدم خياله. بعد كده عمل ايه؟ draws a picture of the homework machine، عمل صورة او رسم صورة لماكينة الواجب بتاعته. he makes a list of، هو عمل ايه؟ قايمة. of what the homework machine، ايه اللي هي ماكينة الواجب المنزلي can do، هتكون بايه؟ then ثم he asks his friend for help، هو بعد كده طلب المساعدة من صديقه. سمير is ready، جاهز to build his invention، لتنفيذ اختراعه. now he can play more football، الآن هو يستطيع لعب كرة القدم لفترة أطول. طيب ايه الكلمات اللي اتعلمها في الدرس دوت؟ invent a machine يعني يخترع آلة، ask for help يطلب مساعدة، imagination خيال، build يبني، list قائمة، homework يعني واجب منزلي. هننتقل للبيج اللي بعده بعنوان my invention يعني اختراعي. write down، اكتب اسفل something، شيئا you انت or your family او اسرتك needs help، يعني يحتاج تساعد. help doing تساعدك more easily، باكثر سهولة. then ثم write down، اكتب اسفل your idea، فكرتك for a machine عن الماكينة، or equipment او المعدات ذات التي you can invent to help، التي يمكنك انك انت ايه تخترعها للمساعدة. هنا عندي التلميذ هيفكر في عمل اي اختراع يساعده او يساعد اسرته في القيام بالاعمال بسهولة اكثر. هنا عندي بيقول ايه؟ we need help with
يعني نحن نحتاج المساعدة في ايه؟ يعني انا مثلا ممكن اخترع جهاز مثلا عن ايه؟ اختراع جهاز ان هو يكوي ويطبق الملابس او يطي الملابس، اسمه ايه؟ ايرونج اند فولدينج كلوزز، يعني كوي وطي الملابس. طيب this technology، هذه التكنولوجيا could help، يمكن ان تساعدنا في ايه؟ ايرونج اند فولدينج كلوزز، في ايه؟ في كوي عند طي الملابس. بعد كده بيقول draw ارسم and color ولون a picture، صورة of what your invention would look like، يعني الشكل الذي تتصوره عن اختراعك، وهنا انا هرسم الاختراع بتاعي زي ما هو واضح عندي كده في الصورة. بعد كده بيقول البيج اللي بعده my invention can help، يعني يمكن لاختراعي ان يساعد، write اكتب or draw او ارسم a list، قائمة of what your invention will do، ما الذي يقوم به اختراعك، يعني اختراعي اللي انا فكرت فيه وعملته ده هيساعدني في ايه؟ يعني ممكن اقول ان هو saving the time، هيوفر الوقت. طب ايه كمان؟ reducing an effort، وهيقلل الجهد. ننتقل للبيج اللي بعده my friend can help، صديقي يستطيع ان يساعد، write down، اكتب اسفل one question، سؤال واحد your friend لصديقك has about your invention، عن اختراعك. ممكن اسأل صديقي يقول لي ايه، صديقي يسألني يقول لي ايه، can you add your invention، يعني ممكن انت تضيف لاختراعك washing machine، ممكن تضيف لاختراعك غسالة الملابس، can you add your invention to a washing machine، يعني هل يمكن إضافة اختراعك إلى غسالة الملابس. هنا عندي في اللي بعده بيقول إيه in the box، في الصندوق write اكتب or draw ارسم how you can change your، يعني إزاي أو كيف يمكنك تغيير invention اختراعك، to answer عشان تجاوب على إيه friends، to answer your friends questions، يعني عشان تجاوب على سؤال صديقك. ممكن اقول ايه I can add some changes، يعني انا ممكن اضيف بعض ايه التغييرات، وهنا هرسم الجهاز بتاعي وجنبه الغسالة. وبكده انا خلصت الفيديو، لو عجبكم لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في قناتي قناة ميس مامي التعليمية.